كورة يتابع ردود أفعال جماهير نفط ميسان بعد الفوز على الكرخ. نشكر الكادر التدريب ونشكر المدرب وراضين على الأداء وراضين على اللاعبين إن شاء الله، ونشكركم ونشكر قناتكم الكريمة. مبروك النادينا ومبروك الجماهير واجينا من العمارة واللي جاي، وما نرجع إن شاء الله إلا بثلاث نقاط. مبروك الفائز جماهير الميسانية، آزرنا من محافظة العمارة البغداد. ألف مبروك الكادر التدريبي وكل الجماهير الميسانية. مشكور المدرب على ثلاث نقاط، إن شاء الله نرجع للعمارة وبيدنا الصدارة. مبروك للجميع ومبروك للاعبين ومبروك لهذا الجمهور اللي وفي اللي يآزر الفريق من بداية الموسم نهاية الموسم، وسند للنادي هذا الجمهور. هذا الجمهور شوفه بكل محافظة. نشكر الكادر التدريبي ونشكر الإدارة ونشكر جميع الجماهير الميسانية. جمهور الأوتراس أين ما يروح الفريق هم وياه مساندين وحاضرين، وألف مبروك وألف تحية لبرنامج كرة للأخ علي سالم. شكرا لأوتراس نفط ميسان، الوين ما نروح، للبصرة، البغداد، للنجف، الكربلاء، الأوتراس موجود. وشكرا لقناة الفرات، وشكرا لمقدم الفرات، مقدم برنامج كرة علي سالم، وهاي باص علي سالم.